السلام عليكم، معاكم جمعة صلاح، حلقة جديدة على قناة الاتنين. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في ساحر قرر يدمر مملكة، فقام حاطط في المية مادة كده معينة، خلت كل المملكة مجرد ما شربوا المادة دي اللي في المية خلت كله بقى عنده حالة هذيان، حالة جنون مش طبيعي. مع الوقت الموضوع بينتشر، فالمملكه كلها الموضوع عمال يزيد فيها، وكل اللي كان شايف ان الموضوع غريب بقى فجاه بقى في الموضوع هو كمان، فكله شرب، فالمملكه كلها تحولت لمملكه مش طبيعيه، عندهم حاله هذيان كده، الا الملك وعائلته، لان طبعا دول ما شربوش من الميه ولا حاجه، ليهم ميتهم يعني ودنيتهم. ففجاه الملك بيلاقي المملكه ايه الحاجه اللي بيحصل ده، في حاجة مش طبيعية، فبيدي شوية أوامر كده عشان يظبط الدنيا في المملكة. فاللي بينفذوا الأوامر دي المشرعين يعني، واللي بينفذوا الشرطة وغيره الحراس بتوعه يعني، بينفذوا الأوامر دي اعترضوا، لأن هم شربوا من المية هم كمان يعني، بقوا مش مبسوطين. إيه الملك، إيه التشريعات الغريبة دي، مش معقول اللي هو بيطلبه ده، وبقى مجنون ولا إيه؟ هم أصلا هم كلهم المجانين، هم كلهم اللي مش طبيعيين، بس عشان هو الوحيد اللي ما شربش فبقى هو الإيه المجنون او اللي مش طبيعي يعني. فبيعدي الوقت والتشريعات ده بتتنفس، والناس بتتذمر من الملك ومن قرارات الملك، لحد ما بيجي وقت كده من الاوقات بيعملوا ثوره على الملك، هيشيلوه خلاص، الملك ده ما عادش ينفع، الملك ده اتجنن، الملك ده مش طبيعي. فالملك خلاص الموضوع بيتصعب عليه وبتاع، فهيرضخ بقى للشعب، عايزه غصب عنه هيعمل ايه، والحراس بتوعه وكل الحاشيه بتاعته كله ضده. فخلاص لحد ما جت في لحظه كده راحت مراته قايله له، طب ما تيجي نشرب احنا كمان من الميه اللي شربوا منها، في ميه شربوا منها كده وكله اتحول وكله اتغير، طب ما نشرب احنا كمان من الميه دي. بالفعل بيشربوا من الميه دي، وفجاه الملك هوب تصرفاته هو وعيلته هوب 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 بقوا شبه المملكه، بقوا بيهزوا وبقوا مش طبيعيين وبقوا في حاله جنون كده وحاجه غريبه، فبداوا يتصرفوا زي التصرفات اللي بيتصرفها اهل المملكه. فمع الوقت بقوا شبههم، فأهل المملكة بعد ما كانوا يصروا عليه لقوا الملك بقى رزين يعني، بقى شبههم، بقى رزين كشبههم يعني، بقى بيتصرف تصرفات زيهم. فقالوا لا خلاص احنا الملك نشيله ليه، والحراس والحاشية والناس وكل اللي حوالين الملك قالوا طب الملك بقى كويس اهو، احنا بس اللي في لحظة تخيلنا ان هو حصل حاجة في دماغه. وبالفعل الملك هو والملكة عاشوا معاهم في حالة كويسة، والدنيا مشيت وكل حاجة تمام. هل الملك مبسوط وما بقاش شبههم؟ هو قصدي بقى شبههم، سوري يعني، وبقى شبههم. هل هو بقى نفسه؟ ما بقاش نفسه، هو بقى حد تاني، بقى حد عنده هذيان وبقى مجنون. هل هو سعيد؟ ما نعرفش. هل هو مبسوط؟ ما نعرفش. هو نظريا كده بقى شبه الناس، وبقى شكل الناس، وبقى ماشي مع القطيع، وبقى في حالة جنون. القصة عايزة تقول ايه؟ هنقول معنى تاني في قصة ذكرها ديل كارنيجي. في واحدة اسمها اديس بعتت له رسالة بتقول له انا كنت طفلة انطوائية وخجولة جدا، وما بعرفش اتعامل مع الناس، وعندي مشكلة في العلاقات الاجتماعية دي، بدينة يعني تخينة، وبلبس لبس واسع قوي عشان خاطر ما يبانش مش عارف ايه يعني، مش راضية عن نفسها او مش متسقة مع ذاتها كده، عندها دايما حالة سخط يعني، او يعني سخط على نفسها كده، فبتكبر جواها دايما الاحساس ده، وكل مدى بيزيد قله ثقتها بنفسها، وبيزيد انطوائها والكلام ده كله. حد بتخش المدرسه اقرانها اللي هم في سنها وبتاع بتبدا تنزوى عنهم، لان برضه مش عايزه تواجه الحياه، ودايما في حاله خوف. الموضوع بيكبر، بتتجوز بعد كده من واحد جواز طبيعي يعني، عادي تقليدي يعني، بس الاسره اللي بتجوزها اسره منفتحه على العالم كده، وبيحبوا الحياه وبيحبوا الدنيا، وما عندهمش يعني قصه الانطواء، فبيحاولوا ياخدوها ان يبعدوها شويه عن الجو اللي هي فيه دي، ويحاولوا يخليها تندمج معاهم ومع الحياه، لكن هي بتفضل مصره على اللي هي فيه، وبتحاول تتكلم بقى، بتحس ان هي بقى ان هي مش نفسها، تبدا تطلع الشخصيه مش شخصيتها، اللي تحاول تبتسم وتضحك وتحاول تختلط في بعض الاوقات، بس هي مش لاقيه نفسها، وبتحاول توصل دايما لجوزها ان هي كويسه يعني، مش ما عندهاش اي مشكله ولا حاجه، عشان ما ايه ما يبقاش دايما يعني متضايق من حاجه ولا حاجه زي كده يعني. مع الوقت بتبص تلاقي كل مدى الموضوع بيزيد، انطوائها بيزيد، عزلتها بتزيد، لحد ما في يوم من الايام وهي قاعده كده سمعت حماتها بتتكلم مع ناس يعني قرايبهم وبتاع، فبتقول لهم بتكلموا على اولادها ان هي علمت ولادها، حماتها بتقول يعني ان هي علمت ولادها انهم يبقوا نفسهم، ويبقوا شخصيتهم مهما كان الوضع، مهما كانت الظروف، هم هيفضلوا هم يعني بشخصيتهم، علمتهم كده.
فهي بتقعد مع نفسها وتفكر، هو انا ليه مش، انا ليه ما بقاش كده، انا كمان انا ليه بتصرف تصرفات مش تصرفاتي، ليه متقمصه شخصيه مش شخصيتي، ليه عايشه حاله وعايشه ظروف وعايشه، ليه انا مش انا، ليه مقيده وليه بعمل حاجات ما بحبهاش عشان خاطر ارضي اللي حواليا وارضي الناس، انا ليه مش انا. فبتقعد تمسك ورقه وقلم كده وتكتب مميزاتها وتكتب عيوبها، وتكتب عيوبها بالذات ايه وايه وايه، ايه اللي مخليها منطويه كده، ايه اللي مخليها في الحاله اللي هي فيها دي، وبتبدا نقطه نقطه كده تبدا تتعامل معاها. وزياده ان هي عايزه تندمج في المجتمع اكتر، بتبدا تشترك في جمعيه نسائيه كده وبتندمج اكتر واكتر، وبتبدا تخطب، يعني تبقى في الجمعيه دي في خطابه يعني وبتاع، ما بتواجه ناس يعني. فطبعا بتبقى في الاول خايفه وقلقانه وفي حاله رعب، بعد كده بتبدا تشد من اذى نفسها كده وتدي لنفسها قوه وشجاعه، مع الوقت مع الوقت مع الوقت بتبدا تتعامل، مع الوقت بتبدا تحب نفسها وتقبل نفسها وبتقبل شكلها بان هي بدينه يعني وبتاع وجسمها مش عارف ايه، لا بتقبل نفسها وبتتعامل مع هذا الوضع، مع الوقت مع الوقت بتبقى طبيعيه جدا وبتبدا تحب الحياه عشان هي قبلت نفسها وهي اتعاملت مع ان دي شخصيتها، وليه تبقى هي دايما بتمثل شخصيه غير شخصيتها. المثالين الجمال دول البساط قوي دول بيوصلوا ايه، او الصوره المسج الرساله اللي في الموضوع ايه، الرساله اللي في الموضوع ان انت ممكن في وقت من الاوقات تبقى شبه الناس جدا وماشي مع القطيع وانت مش انت، زي الملك هو مش هو، هو هل هو الملك، هل هو راضي؟ الله اعلم، بس اكيد مش راضي لانه مش شبه نفسه، بقى مجنون، بقى بيهزي، هو بقى يعني نظريا كده بقى شبه الناس وبقى شبه القطيع وبقى مجنون وبقى بيهزي وبقى مش طبيعي، بس هل هو سعيد؟ هل هو مبسوط؟ ما اعتقدش. البنت دي برضو النموذج التاني، البنت دي لما ما كانتش شبه نفسها وما كانتش بتعبر عن اللي جواها وبقت بتحاول ترضي الاخرين، هل بقت مبسوطه؟ ما بقتش مبسوطه. فهي الفكره كلها انت شبه الناس ولا انت شبه نفسك، انت بتعمل اللي انت مقتنع بيه واللي يرضيك ولا انت ماشي مع القطيع وبتحاول يعني تقول اللي بيقولوه، تفكر زي ما هم بيفكروا، تعمل، هل انت مبسوط لما بتقعد بينك وبين نفسك، لما تبص في المرايه كده انت مبسوط بشخصيتك يعني راضي عن نفسك، ولا انا طالما انا الناس مبسوطه زي الملك ما كانت الناس مبسوطه وخلاص الناس بقينا كلنا شبه بعض وبقى بقينا قطيع، يعني مع ان ربنا خلقنا سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كل واحد ليه بصمته، ليه شخصيته المميزه، ليه كاركتره المختلف، فليه احنا دايما كل واحد بيحاول يبقى شبه كلنا شبه بعض، مع ان الاختلاف ده سنه كونيه، يعني الناس تبقى كل واحد ليه شخصيته، ليه كاركتره، ليه صفاته ومميزاته، ليه حاجاته اللي ربنا خلقها بيه. فالمسج اللي في الحلقه دي اتمنى ان توصل لكم، ان احنا كل واحد يحاول يبقى شبه شخصيته، طالما ما بتاذيش حد وما بتضرش حد وما تعتديش على حريه حد، يبقى شبه شخصيتك وشبه نفسك وتحاول تعمل اللي انت مقتنع بيه واللي انت مصدقه، واكيد لما انت تعمل كده اكيد هتبقى مرتاح، حتى لو المجتمع اللي حواليك مش مرتاح، بس انت ما بتأذيش حد ولا بتضرش حد ولا بتيجي على حق حد، بس انت بتعمل اللي انت شايفه، اللي انت مقتنع بيه، اللي انت مصدقه، اهم حاجه تعمل اللي انت مصدقه، اللي مريحك انت شخصيا من جوه، بغض النظر عن ان ده بيرضي ولا ما بيرضيش، اصل انت لو كل واحد قاعد هدفه الاول والاخير ارضاء الناس، ودي مشكله بنواجهها في كل حاجه حواليك، يعني انت ممكن تلاقي حتى تيجي في الارياف، بما اننا احنا من الارياف، بتيجي من الارياف ليه واحد بيعمل حاجات هو مش مقتنع بيها بس عشان الناس، ليه مثلا بنته هيجوز بنته ولا مش عارف ايه، ليه يقعد يجيب في حاجات ويكوم في حاجات ويجيب في عزال مش عارف مالوش اول من الاخر، بس اصل الناس هتقول ايه، اصل شكله قدام الناس هيبقى عامل ازاي، اصل مش عارف، اصل هيقولوا ايه وهيعملوا ويسووا، يعني كلمه هيقولوا ايه وهيعملوا وهيسووا، ما بقتش انت، بقيت انت زيك زي الناس، واللي الناس عايزين يعملوا يلا نعمله، واللي الناس بيقولوا يلا نقوله، وبقينا كلنا يعني بنردد ونقول حاجات شبهنا خالص. حلقتنا خلصت، نشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.